صوروش خلاص انا مصوره. نرفض وندين اي عدوان على اي بلد ذات استقلال عربي او غير عربي، فموقفنا من سوريا هو موقف الرفض والادانه لهذا العدوان. يجب أن يكون هناك احتكام إلى القانون الدولي، يجب أن يكون هناك أيضا احترام للقانون الدولي، يجب أيضا أن يكون هناك احترام لسيادة الدول المستقلة. ما عانيناه في اليمن هو عدم احترام سيادة واستقلال اليمن، فبالتالي هذه النتيجة لا يمكن أن نقبلها على غيرنا، لا في سوريا ولا في غير سوريا. يجب أن يحترم الشعب وتحترم إرادته ويحترم الدولة وتحترم سيادتها واستقلالها. اليوم أمريكا تتحرك من أجل مصالح معينة مدفوعة الثمن مسبقا من قبل السعودية من أجل مصالح إسرائيل. هذه السياسة التي تتخذها أمريكا هي تصب في إطار السخط المتزايد ضدها في الوطن العربي، وبالتالي هي ما تجني في هذه الأيام القليلة أو هذه السنوات القليلة ستجني بإذن الله دمارا وكرها وسخطا في الأيام والسنوات المقبلة. الشعب اليمني يحمل الوعي والشعوب العربية تحمل الوعي، الشعب السوري يحمل الوعي الكامل بالسياسات الأمريكية. ما يحدث اليوم نحن نعتبره خطر يهدد السلم والأمن العالميين، وبالتالي نحن نصحنا بأن يكون هناك حوارات مباشرة ولجان تحقيق مستقلة للتحقق من أي حادثة. أقول للسوريين إذا سكتتم عن هذا العدوان فسيستهدفونكم أكثر مما تستهدفوكم بها الآن. لذلك نحن ننصح بأن تستهدف كل الدول التي تحالفت ضدهم، ولدى أمريكا قواعد في السعودية، ولدى أيضا فرنسا، ولدى بريطانيا قواعد في الشرق الأوسط وفي الدول الخليج، باستطاعتهم ومن خلال تحركهم يردوا المثل بالمثل.